كلنا كده مع دخول فصل الصيف كبنات يعني، او حتى كلنا يعني ده احنا ما بنتعرضش صح كبنات بس. انتوا لا بس بتهتموا ببشرتكم قوي يعني؟ لا طبعا معلش سوري. الصيف يعني بيعرض البشرة للأسف لمشاكل كتيرة جدا. حرارة الصيف دايما مرتبطة بمشاكل الجلد والالتهابات، مصدرها الأساسي بيكون تعرض الجلد للشمس لفترات طويلة، فبنلاقي ساعات كتيرة قوي للأسف مشاكل بتظهر لنا، وبنبقى عايزين نعرف نعمل ايه، نقي نفسنا ازاي من مشاكل البشره بالتحديد. صحيح، ازاي بقى نتجنب اي مخاطر للبشره والجلد في فصل الصيف؟ معانا الدكتوره مي سمير استشاري الامراض الجلديه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ازيك يا اهلا بسند؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم. ايه اكتر الاضرار اللي بتقع على الجلد نتيجه التعرض الزايد لدرجات الحراره المرتفعه واشعه الشمس؟ بص طبعا اكتر حاجه بنشوفها بعد كده النمش، بنشوف الكلف، لو حد عنده استعداد للكلف بنبدا نشوف حروق بتحصل في فصل الصيف، لو حد بقى قاعد في الشمس فتره طويله وما بيكونش حاطط سان سكرين، فبنشوف مشاكل كتير قوي. وعاده بنشوفها يا محمد اكتر من في الرجاله اكتر من الستات، عشان الستات بيخافوا على نفسهم، الرجاله ما بيخافوش. بتشوفوها ازاي يعني؟ يعني بيبقى الرجاله عاده بيحطوا سان اويل مثلا او تان اويل، وما بيحطوش سان سكرين، فبيحصل لهم سكند ديجري اوف. لا يا فندم، هو احنا لو حضرتك بتتكلمي في عاده ولا ده ولا ده بالظبط يعني كده. عاده لا بنعمل ده ولا بنعمل ده. طب حضرتك اتكلمتي، لا هو عشان كده بتتحرقوا بسرعه جدا اكتر من الستات، على الاقل الستات في ناس منهم بيحطوا سان بلوك، وفي اعتقاد خاطئ ان الناس متخيله ان لما احط سان بلوك انا مش هاخد تان، الصن بلوك بيحمينا بس من الاشعه الضاره اللي هي فوق البنفسجيه اللي احنا مش محتاجينها، اللي هي بتسبب لنا المشاكل. يعني انا لو عايزه اخد تان على البحر دلوقتي وحطيت اللي هو التانينج اويل ده، احط قبليه صن بلوك؟ صن بلوك ده لازم يحط، الصن بلوك ما بيحميش ان انت تسمري، الصن بلوك بيحمي من التصبغات، بيحمي من المشاكل اللي احنا بنشوفها بعد كده، بس مش هيحميك ان انت تسمري. لكن موضوع الصن بلوك ده يعني البنات بتستخدمه طول الوقت، مش مساله المصايف بس يعني، كنت اسمع ان ده في المصايف بس. لا طبعا الصن بلوك المفروض يستخدم صيف شتاء كل ساعتين ثلاثه. وفي حاجه كمان عايزه اقولها، لان الناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، صهد المطبخ لستات البيوت يعتبر يعمل معامله الشمس. الناس اللي بتشتغل في شركات او بانكس بيبقى النور الابيض يعامل معامله الشمس، فمثلا في ناس بتفضل قاعده تقول لك انا طول اليوم في المكتب، ما انت طول النور طول اليوم قاعده تحت نور ابيض. فتحط صن بلوك وهي قاعده في المكتب او هي في المطبخ؟ لازم تحط صن بلوك، بس ساعتها بنقول حطيه كل الثلاث اربع ساعات. طيب هل في وصفه كده يا دكتور في البيت بتعادل الصن بلوك؟ يعني بصراحة يعني دلوقتي أسعار الحاجات دي بقت غالية شوية، هل السيدات النهاردة يقدروا في البيت يعملوا وصفات طبيعية تحميهم من الشمس؟ بصي دلوقتي بقت المنتجات دلوقتي بقت المنتجات المصرية فيها حاجات كتيرة جدا، وفي فاريشن في الأسعار، وبقت في حاجات في متناول الناس كلها. طب يعني أنا أشوف إيه على المنتج أعرف إنه ده تمام أشتريه؟ يعني اس بي اف مثلا 50 أو أكتر، يعني قولي لنا إيه المكونات اللي أنا لما أشوفها على العلبة أعرف إنه ده تمام معانا؟ بصي هو المفروض يبقى اس بي اف بلس 50، هو ده اللي موجود تقريبا في السوق كله. في بقى حاجات بتبقى مثلا فيها الترا فايولت اي، الترا فايولت بي، مثلا في حاجات بتبقى البلو راديويشن اللي هي اشعه الموبايل والكمبيوتر، لو ناس بتقعد مثلا اللي هم الاي تي والحاجات دي لما بيشتغلوا قدام كمبيوتر فتره طويله لازم يحطوا، فلازم يتاكدوا ان هي من البلو راديويشن، فبس وتبقى حاجه طبيه، بلاش يا بسنت الوصفات الطبيه، الوصفات الطبيعيه والحاجات دي، خلينا في الحاجات الطبيه احسن، لان هي اللي بتحمي. انت ممكن مثلا حد يعمل حاجه يحطها بطريقه غلط تعمل لنا مشاكل اكتر. لو خلاص يبقى خلينا في المنتجات الطبيه فعلا. بالظبط كده. يشربوا ميه يا دكتور؟ يشربوا ميه كتير. بص الميه دي مهمه جدا للجلد، الخيار، الخس، الحاجات اللي فيها زيوت دي اعتقد دي مهمه للجلد. بص الجلد ده اكبر عضو موجود في جسم البني ادم، الجلد ده مهم جدا بالنسبه له الميه، لان هو الميه لما بيشربها بيديله ليونه، بيديله عدم جفاف، بيديله نضاره البشره، حتى سنه شكله احسن،
علشان بيديله المرونه الموجوده في الجلد. طب الاطفال بقى، لانه كانوا حاطين دلوقتي صوره لطفل، الاطفال يعملوا ايه؟ هل هم جلدهم حساس اكتر؟ هل انا احط مثلا لطفل صغير لسه سنه سنتين احط له واقي من واقي للشمس من سن مثلا سنه من سنتين من اقل كده من كده، لو انا نازله حتى مع ده في العربيه اعمل ده ولا بس على البحر؟ يعني فهمينا اكتر نتعامل ازاي مع الاطفال في موضوع الحر والشمس. بصي، مع الاطفال طبعا لازم نحط صن بلوك، لان الاطفال جلدهم بيبقى انعم وجلدهم بيبقى مور سنسيتيف، ودلوقتي بقى في حاجات موجوده في السوق من اول زيرو، يعني في حاجات من اول زيرو لست شهور، وفي حاجات من ست شهور لسنتين، وبعد كده في بقى اللي هو من بعد سنتين. فلا طبعا لازم نحط واقي شمس للاطفال، لان جلدهم بيبقى فيري سنسيتيف، والاطفال يستحسن ان هم يبقوا قاعدين دايما في درجه حراره 24 25، لان عندهم استعداد ان هو يحصل لهم حمونيل بقى، التهابات، ممكن تبقى لها التهابات بكتيريه نتيجه الحر، واحنا الصيف داخل علينا السنه دي من بدري قوي وجامد جدا. طيب هل بقى الصيف ودرجات الحراره المرتفعه واشعه الشمس ليها علاقه بظهور حب الشباب ولا لا؟ وازاي نتعامل معاه في فصل الصيف؟ بص، الحب الشباب طبعا بيزيد في الصيف، لان هو الناس بتعرق، فبيبدا يحصل الغدد الدهنيه بتبدا تفرز دهون اكتر، فالحبوب بتزيد ويبقى شكلها اوحش. ممكن نستخدم مرطب خاص للبشره الدهنيه، لازم نستخدم واقي شمس، وطبعا لازم يستحسن لو بدانا يطلع حبوب نزور الدكتور بتاعنا علشان نقدر نستخدم العلاج قبل ما الموضوع الحاله تتطور. واهم حاجه ما نلعبش في الحبوب، عشان مثلا تقول لك انا هشيل الحبيتين دول فساعتها الحبوب هتبطل تطلع. طب وبعض الاشخاص بتصاب بجفاف الجلد كمان، فيتعاملوا ازاي مع الموضوع ده؟ ما ده اللي انا قلت لك عليه، اللي احنا لازم نشرب ميه كويس جدا، وفي مرطبات. يعني احنا البشره عندنا يا بشره دهنيه يا مختلطه يا جافه يا حساسه. لو سواء البشره الدهنيه او المختلطه، افضل ان احنا نستخدم لها المرطبات للبشره الدهنيه. حساسه او جافه، نستخدم المرطبات للبشره الجافه او للبشره الحساسه، ونحطها كل مرتين في اليوم. وممكن وبالذات لما نكون واخدين شاور نحاول نستخدم ناخد ميه فاتره ونحط الكريمات دي على جسمنا، علشان الجسم لما بنكون طالعين من الشاور بيبقى معرض للجفاف اكتر. طب وكمان شايفين دلوقتي على الشاشه معانا انه بعض الجلد متعرض للاحمرار، فلما بيحصل ده، لما بيبتدي الجلد بقى يتحرق من الشمس، بنعمل ايه؟ بنتصرف ازاي بسرعه عشان ما نوصلش لمرحله صعبه؟ بص، او لو حصل الموضوع ده لازم نروح لدكتور، لان ساعتها احنا بنضطر نتدخل بادويه فيها كورتيزون علشان نهدي الالتهاب دوت ونهدي الحمار، لان عاده الاحمرار بيؤدي لسواد بعد كده، فبنكون محتاجين ان احنا نهدي الجلد على قد ما نقدر بسرعه، علشان ما ندخلش في قصه بقى اللي احنا بنعالج تصبغات وندخل في قصه ثانيه خالص. طيب الحروق بقى يا دكتوره مي، بتاعه الجلد بتاعه المصيف، كلنا طبعا بنتعرض لحاجه زي دي وبنعديها والجلد بيقشر وخلاص الموضوع بينتهي، هل ده في مشكله؟ لا، ما في مشكله طبعا، لان على اللونج تيرم احنا مش بنصيف السنه دي يا محمد وخلاص مش هنصيف تاني، احنا بنصيف كل سنه. ما هو خلاص الجلد قشر وخلاص. ما هو قشر وخلاص، بس المشاكل بتبقى موجوده. ما هو الجلد فيه طبقات، فالمشاكل بتبقى موجوده في الطبقه الداخليه، فالمفروض لما يحصل الموضوع دوت اللي احنا ما تمشي. تمام يا دكتور، وصلت الصورة طبعا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونركز في موضوع شرب المية ده، بيدي نضارة البشرة حلوة. معلوماتك كويسة على فكرة، وعشان التجاعيد لا معلوماتك تمام. خص وخيار ومية ده بالنسبة لي، انما بقى يعني ندخل بقى في صن بلوك والحاجات دي بالنسبة لنا صعبة قوي. الفقرة كلها بتتكلم على الصن بلوك. انت مية برضو، مفيش مية بس. شكرا دكتورة مي سمير مرة تانية.